السلام عليكم، معاكم فريق اطباء. هنتكلم على الاستيشن بتاعت السي بي ار. اول ما تخش على الاستيشن بتاعت السي بي ار اقول للدكتور انا هتشيك للسيفتي بتاعت ثلاث حاجات. اول حاجه السيفتي بتاعت انا، ثاني حاجه السيفتي بتاعت البيشنت، ثالث حاجه السيفتي بتاعت الانفايرمنت. اهم حاجه ان السيفتي بتاعت الانفايرمنت لو فيها مشكله هاخد العيان في مكان سيف واعمل السي بي ار بتاعي. بعد ما تشيك السيفتي هبتدي اشيك الريسبونس بتاع العيان، اقول العيان بصوت عالي كده يا استاذ يا استاذ او يا استاذ او يا استاذ. لو العيان ما ادانيش ريسبونس هبتدي شاوت فور هيلب، حد يجي يساعدني بسرعه، حد ينهي الاسعاف او يتصل بالاسعاف بسرعه. بعد ما عملت كده هبتدي اتشيك للبلس بتاع العيان وانزل تنجنشال كده عشان اشوف الشيست موفمنت واسمع البريسنج. يبقى انا بعمل ثلاث حاجات، بتشيك البلس، بنزل تنجنشال عشان اشوف الشيست موفمنت، بسمع البريسنج. لو مفيش نو ريسبونس هبتدي على طول السي بي ار بتاعي. السي بي ار هبتدي ازاي؟ 30 سايكل 30 كومبريشن و2 بريسنج، 30 كومبريشن و2 بريسنج. الريت بتاعي بمعدل 100 ل 120 كومبريشن في الدقيقه، يعني بمعدل كومبريشن كل ثانيتين. هعمل ايه؟ تو نيبل كده بتوع العيان اللاين بتاعهم في النص بالظبط في الاسترنم، هحط البند بتاعت الهاند واشبك ما بين صوابع زي ما موجود في الصوره كده. هبتدي التو ارم بتوعي لازم يكونوا اكستندد، هبتدي انزل بكل جسمي مش بالارم بس، هبتدي انزل 1 2 3 4 5، الدبس بتاعي 5 سم لحد ما اوصل ل 30. بعد كده هبتدي اعمل التو بريسنج هيد تيلت شيل ليفت، هبتدي اشوف الماوس لو في اي سكريشن او اي حاجه اشيلها او في اي فورم بودي، هبتدي اركب الاير واي. الاير واي بتاعنا هيكون عامل ازاي في الامتحان؟ هيكون عامل زي حرف ال كده، له حافه صغيره وحافه طويله، هبتدي ادخله بالعكس الحافه الطويله دي لفوق كده لحد ما اوصل للاورو فارنكس زي ما هو واضح كده في الصوره، وابتدي اعكسه اقلبه بحيث يبقى شكله النهائي عامل كده. ده وظيفته ايه؟ ان هو يبعد الطنج عن الاير واي. بعد ما عملت كده هبتدي اعمل الامبو باج كده تو بريسنج. هبتدي اعمل ايه؟ اعمل سيلنج للامبو باج على النوز والماوس، لازم اتاكد ان هما سيلنج، وابتدي احكم ابتدي اعمل هيد تلت وانا ماسكها كده، فبالتالي انا عامل جود سيلنج للايه؟ للاير واي. هبتدي ادي تو بريسنج وكده خلاص كده الايه؟ السايكل بتاعتنا كده. هنبتدي نفضل مكملين كده لحد ثلاث حاجات. اول حاجه ان العيان يبتدي يرجع له البلس او البريسنج او الاسعاف تجيلي او انا ابقى اكزوستد وحد تاني يكمل مكاني.